أكيد أخذني الوصف وهالأشكال والألوان لوصفة الكبسة. رح أبدأ أول شيء بتقلاية الدجاج. نستعمل هون زيت نباتي. طبعاً هون أنا رح استعمل الدجاج اللي مقطع لثمان قطع. أحلى شيء بهالقطع إنه ما بحتاج إنه أبذل مجهود أكثر لحتى أغسلهم أو أقطعهم، فبتختصر علي كتير الوقت. بستعمل الجهة اللي محطوط عليها الجلد، بنحطها لتحت لحتى تاخذ هذا اللون. رح أحط عليه بس شوية ملح وشوية فلفل أسود، البصل، حبتين من الثوم، معلقة كبيرة من الزنجبيل المبروش، قطعتين أو حبتين من البندورة المقطعة قطع صغيرة، معلقة كبيرة من صلصة البندورة، من حبات الهيل اللي حتى يعطونا هالطعم الطيب للكبسة، وبنقدر نبلش نحط بهارات الكبسة. رح رجع حبات الدجاج على الصلصة، طبعاً هون رح استعمل الكزبرة الخضراء، من حبتين من البطاطا. صار فينا نزيد المي لحتى المي بلش تسلق دجاج. بنترك الخليط كله، الدجاج مع البهارات والمي، على نار هادية. بعدين حنرجع نشيل حبات الدجاج ونحط الرز ونخلص طبق الكبسة.